تمنحنا الحياة أحياناً فرصاً فريدة لتجربة أسلوب حياة حصري، وهذه واحدة منها. صمم The Residences في منتجع سانت ريجس السعديات خصيصاً لأكثر الأشخاص تميزاً، يضم فقط 32 فيلا استثنائية و259 شقة فاخرة في واحدة من أكثر الأماكن تميزاً في أبوظبي. روعي في التصميم العمارة المتوسطية، إلا أنها تعكس الألوان والمناظر الخلابة لشاطئ السعديات. يمنح The Residences في منتجع سانت ريجس السعديات فخامة مثالية وأناقة بسيطة بفضل أجود المواد وأفضل التجهيزات وأدق التشطيبات. تضم الفيلا حديقة كبيرة تحوي مناظر طبيعية خلابة ومشطبة وفقاً لمعايير المنتجعات، مع حوض سباحة خاص. تمتاز الشقق بنفس جودة الفلل، حيث صممت لتجذب الأفراد والأسر الصغيرة، ويتمتع المقيمون بخدمات سانت ريجس التي يمكنهم الاختيار منها ما يعجبهم. مع أكثر من 100 سنة من الخدمة المتميزة، ستكونون على ثقة بأن جميع طلباتكم ستكون مستجابة. اختبر خدمات سانت ريجس الشهيرة في منزلك. يمكن للمقيمين الوصول بسهولة إلى حوض سباحة مخصص للمقيمين بمساحة واسعة ونادي سانت ريجس الرياضي، مما يعد واحداً من أفضل الصالات الرياضية في أبوظبي، إذ يضم أحدث المعدات وحوض سباحة داخلي. استوحي The Residences من محيطه الأخاذ، إذ يطل على واحد من أجمل الشواطئ في أبوظبي ومناظر خلابة للخليج العربي، وملعب جولف من تصميم أسطورة الجولف اللاعب العالمي غاري بلير، كما ستجدون سوبر ماركت لتتسوقوا على راحتكم. كذلك يحتضن مجمع سانت ريجس عدداً من المطاعم والمقاهي في مركز ذا كوليكشن للتسوق، بالإضافة إلى أريديوم سبا الذي يمنحكم تجربة خاصة وحصرية للاسترخاء والاستجمام. تمتد هذه الأجواء الراقية إلى المنطقة الثقافية في السعديات، المركز الفني الجديد في العاصمة والتي تحتضن حالياً منارة السعديات، كما سيضم قريباً متحف زايد الوطني ومتحف اللوفر أبوظبي ومتحف غوغنهايم أبوظبي. تجدون على مقربة من بيوتكم أفضل المطاعم في سانت ريجس، والتي تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات التي تأخذك في رحلة من نيويورك إلى جنوب شرق آسيا عن طريق المتوسط بدون أن تغادر المنتجع للحظة واحدة. عندما يصبح المكان الذي تعيش فيه هو المكان ذاته الذي يوفر لك الحياة الرغيدة بكل ما فيها من معنى، يكون هذا المكان The Residences في سانت ريجس السعديات. إنه أسلوب يتوق الجميع لتجربته. The Residences في سانت ريجس السعديات، أكثر من تجربة العمر، إنها تجربة للعمر.